اهلا يا اصحابي، النهارده هاخدكم في بلوج جديد في بيت جديد. زي ما عودتكم كل فتره كده بروح ازور او اعيش في مكان جديد مجانا مقابل تبادل خدمات. اللي متابعني فاهم الفكره، وهتكلم عنها شويه في الفيديو النهارده لو انتوا حابين، عشان لو حد اول مره يتابعني النهارده. فانا النهارده هاخدكم في جوله في بيت جديد انا جايه اعيش فيه 7 اسابيع. انا عايشه في بيت ريزورت منتجع، يعني بصراحة رهيب جدا، فهتنبسطوا خلال الفيديو. دي إيريني بتيجي تنظف البيت كل يوم جمعة، وأنا بصراحة من الأشخاص، يعني هقولها لكم مش بتفاخر بس بقولها لكم يعني عشان تحطوها في عين الاعتبار بالنسبة لكم. أنا من الأشخاص اللي دايما بحب لو في حد بيجي ينظف البيت أقدم له كوفي وعصير أو مية ساقعة أول ما يوصل، وطبعا لازم يكون في وجبة في نص اليوم تكون لذيذة جميلة ليها. فبصراحة يعني كل بيت احنا عشنا فيه يعني بنسبة 90% بيكون في حد بيجي ينظف البيت، وكل واحدة بتيجي لازم اقدم لها وجبة اكل حلوة، وطبعا كوفي وعصاير وماية ساقعة، ووجبة تبقى لذيذة يعني تديها سبورت على مدار اليوم. لان بصراحة معظم اللي هما بيجوا ينظفوا البيت بيبقوا بيشتغلوا بضمير جدا، وانا بحس ان انا عملت حاجة، قدمت لهم حاجة حلوة. النهاردة في الفيديو اصحابنا جايين يزورونا، النهاردة كانت الجمعة، فصحيت بدري كالعادة وقلت اشتغل شوية واقعد ارتب افكاري واعمل. طبعا يعني بعد ما بخلص ده بروح اتدرب، يعني اتعلم لغة جديدة، زي ما انتوا عارفين ان انا بتعلم اسباني وبقوي البرونانسيشن بتاعي في الانجليش، لان عندي شوية لسه حروف بنطقها غلط عشان انا متعلمه تعليم حكومي. بس عادي يا جماعه، احنا بنشتغل على نفسنا وبنعمل اللي علينا. دلوقتي كان ميعاد تحضير الغداء، مش عارفه هو غدا او عشاء، يعني لان احنا المفروض هنتغدى او هنتعشى على الساعه 5، ففي الغالب هي وجبه واحده يعني، فبنضم الغدا والعشاء مع بعض. فاصحابنا جايين يزورونا النهارده، اللي متابعني عارف اصحابي دول دايما بنقابلهم، جودي وبيت، هم استراليين واحنا عملنا لهم بيت سيتنج قبل كده مرتين، وجم زارونا كذا مره في كذا بيت جديد. فانا النهارده انا وادي زوجي بنتعاون لما بيكون في حد جاي يتغدى عندنا. هو بصراحه بيحب يعمل اكلات معينه او حاجه تبقى في السيف سايد ترضي الطرفين، فانا قلت خلاص هعمل السلطات وهعمل يعني الابيتايزرز والحاجات الخفيفه. ادي قال ان هو هيعمل بقى المين كورس، فاسيبكم في الفيديو تستمتعوا بالشات بتاعنا، واتمنى ان الفيديو يعجبكم. طبعا ما تنسوش تشتركوا بالقناه. ما بيطبخش كل يوم يا جماعه، بس هو تخصص فراخ. This is the only time you cook. What does it fresh mean? Chicken. فراخ. Chicken. بلدي فراخ. فراخ بلدي. بلدي فراخ. فراخ بلدي. فراخ بلدي. فراخ. فراخ بلدي. يا جماعه انا وادي مدمنين سلطه الطحينه وحمص. عملت عايزه اوريكم شو زمتيني. عملت أربعة، شايفين؟ How do you see the potatoes? أدي هعمل بطاطس. بطاطس for the potatoes. How do you say for the potatoes? For what do you mean? Epic. How do you say like this for the potatoes? بيعمل الصوص. صوص. بيعمل صوص. عشان البطاطس. عشان البطاطس. بابريكا، salt, pepper, aceite de olive. زيت زيتون. بيتكلم اسباني دلوقتي. Fluent in Arabic, Spanish, English. Not many Scottish guys can say that.
عامله من كل حاجه بولتين. Is it ready? Sneak peek. أوريكوا يا جماعة الفرخة بتاعت أدي. You know, is it okay? ده لسه في أول مرحلة. ده هو بيطبخها بالطريقة الإسكتلندية. Say for 2 hours in the oven. ساعتين. 1 hour at 240 degrees Celsius. Okay. Say it in Arabic. Yeah, yes, you will understand. And then like half an hour at say only 50. But to stop it drying out you need to coat it in the juices, you know, every 10 minutes. That's why my chicken always dry. Yeah, you have to coat it in the juices. Do you think you need to make more holes on it? Don't make holes in the chicken. Really? Mm. You want this nice and crispy, like one shell, and then moist inside. Oh, nice advice, darling. Thank you so much. الشيف حرق ايده. وده الصوص بتاع البطاطس. And for these you do them for 5 minutes each in the microwave. Uh-huh. Poke holes and then 5 minutes in the microwave. Okay, نعمل ثقوب بالشوكة زي كده. Then oil. Oil. Olive oil, a paprika, salt, pepper. Coat it. Wrap it in tin foil. Put it in the oven. Wow. هوريكم النتيجة. أنا بدأت أجوع. هوريكم النتيجة بعد ما نخلص. اني انا في السلطه بتاعتي دلوقتي. لما بيجوا اصحابنا في الغالب انا بخاف اطبخ، ما اعرفش ليه، فبنخلينا في السيف سايد ان انا بعمل المكبرات والسايد ديشز، وادي بيعمل الفرخه في اللحمه، خاصه ان اصحابنا يعني مش عارف ولا أوروبيين، فبنعمل حاجة يعني تكون طعمها حلو وتمشي مع الجميع. نطلع من الخيارات كمان مرة. ده ملح البحر. انا هعمل شوربه فرنتشيلي وادي بيتبل البطاطس. بيرفكتو. بيعمل فيها خروم كده وبعد كده يحطها في فويل. انين اون ذا فريش. اون ذا فريش في الاخر. اوكي. اوه لا لا، look at the chicken amazing. وانا هعمل فرماتشيلي. لا خلينا نجيب كده. انا عملت السلطه والطحينه والحمص، عملت الاساسيات اللي انا المفروض اعملها، خلصت. مش عارفه في وقت اعمل ورك اوت ولا لا، ما عملتش حاجه النهارده، كنت مقرره اعمل يوجا. What is the time? 2:22. كل ما افتح الدولاب ده اقعد اكل مكسرات.
يلا بينا اخدكم في جولة في المكان. انا دايما بحب افرجكم في الاماكن اللي انا بعيش فيها، وزي ما قلت لكم ان انا بسافر مقابل تبادل خدمات، يعني بعيش في بيوت جميلة جدا مقابل مثلا لو في قطة في المكان اخد بالي منها، لو في نباتات ارويها. وبصراحة البيت ده كنا قاعدين في مقابل ان احنا ناخد بالنا من كورة القطوطة الجميلة دي، وبصراحة قطة هادية جدا ومتربية، يعني ما تعبتناش خالص، يدوبك بنحط لها اكل الصبح وهي يعني بتروح تطلع بره في الريزورت تتمشى وترجع تاني. فهسيب لكم اسم التطبيق في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف، دايما بسيب لكم اللينك بتاع التطبيق اللي بيساعدني الاقي اقامات مجانيه حول العالم، فما تنسوش تشيكوا في الديسكريبشن بوكس. البرانش بتاعنا هنا، المكنه دي بيشتغل بالكبسول، وهنا المكنه كوفي تانيه سيستم تاني، يعني بتطحن القهوه فريش. وهنا التخزين بقى بتاع الاكل البانتري، طبعا زي ما قلنا ان الاونر لما بتقول هيلب يور سيلف بنقدر نستخدم الحاجات دي، فطبعا هي يعني قالت لنا هيلب يور سيلف، فبس احنا بنستخدم بشكل عقلاني، احنا اوريدي بنجيب حاجات لينا بس اللي هي الحاجات الزياده البهارات الكلام ده. هنا زي تخزين، طبعا الفيو هنا رائع في كل حته، وهنا زي حاجات بقى التنظيف. صور انا اول مره افتح هنا، ما فيش حاجه. ده اي ثينك اللي هو للميه السخنه. وهنا في اوضه انا بنستخدمها بس على اساس انا بستخدمها بس لما باخد افترنون ناب او العب رياضه، في دمبلز وحاجات بتاعتهم وفي حاجات بتاعتي، فاليوجا مات والاسود ده بتاعي لكن الملون ده بتاعهم. بقعد اتدرب هنا وشغل التلفزيون لو انا عايزه احط اغاني والكلام ده. يعني طبعا هي سايبه لنا الادراج دي كلها فاضيه نستخدمها، وتقدروا تطلعوا من هنا وتدخلوا. طبعا الغرفه هنا فعكشه، وهنا الحمام شايفين ده زي بتاع الضيوف او حمام اوضه النوم، تمام. وفي طبعا الدور اللي فوق ناخدكم، انا بحب بقى بصوا السلالم بتنور من السيستم جميل، يعني مثلا اول ما تضغط اللمبه كله بينور لوحده، فانا بحب ده قوي. فاحنا هنقفل بس ايه نوفر طاقه، عشان انا مش بحب اكون انسانه مستهلكه. فوق بيقفل لوحده. هنطلع بقى الدور اللي فوق افرجكم على الفيو الرائع. طبعا السرير مش مترتب فاستحملوا. طبعا هنا الغساله والتمبل دراير والمسحوق وكل حاجه، ونقفلها في الدولاب كده. على اوضه النوم الجميله على الفيو الخرافي الرائع ده، طبعا احنا السرير متركب مش مشكله، بس احنا بنصحى وطول الليل بنقعد نتفرج على الجمال هنا. الفيو هنا بالليل يا جماعة خطير، رائع رائع رائع. شايفين صاحبة البيت بتحب يعني واحدة بتجيلها تعمل لها مساج، تقعد بقى على الفيو التحفة ده تتأملوا. طبعا النباتات ادي هو المسؤول عنها مش انا اللي بعملها. وتعالوا بقى اخدكم في مرايات كتير مشبرة عشان لسه ادي واخد شاور، ف المية شكل الحمام هنا يا جماعة. وهنا بقى زي دريسنج روم، في حمام هنا تمام، وفي هنا الدريسنج روم. فهي ذوق بصراحه سابت لنا سبيس كتير جدا، قالت لنا عشان لو انتوا عايزين تعلقوا هدومكم، وسابت لنا كل الادراج اللي عليها بينك ده ان احنا نستخدمها. هتلاقوا بس في شويه ورق طارو، سايبه لنا مثلا 3 من هنا 2 من هنا، سايبه لنا سبيس كبير جدا. هنا برضو قالت لنا ممكن نستخدم ادوات المساج، دي كلها ادوات المساج، حتى الاويل يا جماعه بتاع المساج يعني تحفه، منتجات طبعا مش من هنا، حلوه قوي بس احنا ما استخدمناهاش صراحه يعني. بس وفي بقى مرايات كتير، انا بحب ده
والفيو تاني. باي باي. عايزه ابقى اصور لكم فيديو تاني الفيو بالليل والسلم بقى ده الصبح بيبقى جميل والفيو هنا رائع. ننزل طبعا انا هنا بقف على التريدميل وبقعد اشتغل على اللابتوب عشان كده انا اللي عامله بهرجه. انتوا شايفين الجو من بره؟ نواصل يا جماعه وانا لابس حاجه بسرعه. ها؟ اوكي. اصحابنا وصلوا يا جماعه وحضرنا الاكل ليهم على الترابيزه، بس اكتشفت ان الامريكان والاوروبيين والاستراليين بيحطوا زبده على كل حاجه، يعني بيعملوا سندوتشات حتى زبده. انا بحاول اقلل السعرات فمش باخدها، فهم بيحبوا يحطوها على اي حاجه. وهنا كنا بناكل كلنا بصراحه، اتبسطنا جدا. صورت لكم صوره الاكل طبعا، ادي هو اللي عامل الفرخه وانا عامله الابيتايزر اللي حوالين الاكل. بصراحة كانت جميلة جدا، والشوربة اللي انا عملتها كانت رائعة رائعة. انا زادت نفسي، انبهرت بنفسي، وخاصة ان جودي بتطبخ حلو قوي، فان هي تقول ان الاكل حلو يعني الاكل فعلا حلو. انبسطت جدا بحديثي معاهم واتكلمت معاهم. طبعا هم لكنتهم، هم من استراليا، فلكنتهم يعني طبعا غريبة بالنسبة لي. فانا بصراحة يا جماعة يعني محتارة، يعني انا حواليا امريكان وبريطانيين واستراليين وجنوب افريقيا، فاللهجة او اللكنة اللغة الانجليزية مختلفة تماما. فاعذروني لو بقول كلام مش مظبوط، بس هو هتلاقيه في اكسنت في اي بلد من البلاد اللي حوالين العالم. دايما ادي يا جماعه اخر واحد بيجي على الترابيزه، يعني عاده بتستفزني جدا اكون حضرت الاكل وحطيته على الترابيزه وهو بيفتكر حاجه ان هو عايزها ويفضل في المطبخ فتره طويله. فاحنا بدانا اكل قبليه بصراحه، فانا مش هستنيه عشان كذا مره قلت له الموضوع ده، بس هو بينشغل باي حاجه تانية. هنا كانوا عايزين زي يعني زي معلقه او حاجه زي كده عشان يمسكوا بيها الفراخ. ولما رحت المطبخ اكتشفت ان ادي نسى الفرن شغال، فلما بقول له انت سبت الفرن شغال بعد ما طلعت الفرخه ما صدقنيش، وطلع يجري بيقول لي القطه القطه. فبقول له القطه قاعده قدامك اهي. وقعدنا نضحك عليه. بصراحه انبسطنا جدا واتكلمنا ودردشنا وفتحنا حوارات كتيره جدا، وانا مبسوطه بصداقتي مع جودي وبيت. حبيبتنا يا جماعه بتحب دايما تجيب لنا حاجات، هي جايباها من استراليا معايا، فجابت لنا شويه سناكس كده انا بحبها. جابت انا في الثلاجه، اهلا بيك في الثلاجه، مش عارفه سناكس كده من استراليا. جابت ده وجابت ده كمان وجابت شويه من دول، دول كنت مصورها لكم قبل كده. جابت بقى حاجه ايه، بسكت اسمه تيم تام هنا في العلبه ده. دقت واحده بصراحه تحفه، هاخد واحده ثانيه. جابت لي صوص زي اسمه ايه، تمر هندي، تمر هندي. فده عند السويمنج بول، واخدين اصحابنا ونروح نقعد على السويمنج بول وننزل الجاكوزي. انت شايفين المنتجع اللي احنا مبسوطه قوي، دي احلى فكره في اليوم بحبها، ان انا انزل اعوم في السويمنج بول شويه وبعد كده اقعد في الجاكوزي. درجه الحراره 40 او 41، جميلة جدا، خاصة ان انا الصبح بجري فرجلي بتبقى تعبانة. اول ما بنزل بقى الجاكوزي بحس كده التعويض. فحلو يا بنات اللي انتوا تحوشوا وكل فترة تروحوا تعملوا سبا. شايفين المنظر؟ انتوا متخيلين يا جماعة ان انا قاعدة هنا 7 اسابيع مجانا مقابل ان انا اخد بالي من قطة جميلة انا بنبسط بيها جدا. بصراحة انا كل يوم بقرص نفسي اي، وكل يوم بنزل على السويمنج بول وانزل الجاكوزي واقول يعني I'm so pleased and grateful ان ربنا اداني النعمة اللي انا فيها دي دلوقتي. فما تنسوش التطبيق في لينك الديسكريبشن. يا جماعة رائع جدا، حبيت شايفين فيو يا جماعة رائع. واحد بيعمل بدل بوردنج زير، دي السويمنج بول بتاعتنا جبارة بحبها اوي. ده جاكوزي طبعا، البيوت تحفة على تحفة
تحس ان هو انفينيتي. بالليل بقى بيبقى رائع. من الزون هنا تقعدوا، في زون هناك اللي ورا دي، زون اللي هي اللي ورا الكراسي اللي ورا دي كلها سايلنت زون، تروح تقعدوا تعملوا مديتيشن. حبيتها قوي الفكره. انا من الاشخاص اللي بحب صوت المية جدا، فانتوا متخيلين ان انا من اوضتي ببقى سامعه صوت البحر طول الليل، وصوت السويمنج بول والجاكوزي من عندي. بصراحه يعني انا مبسوطه جدا يا جماعه، واتمنى لكم كمان ان انتوا تجربوا التجربه دي وتبداوا تسافروا من خلال تطبيق، وسايبه لكم اللينك بالديسكريبشن بوكس. ولو حبيتوا تسالوني اي حاجه ابعتوا لي على الانستجرام او اكتبوها لي في الكومنتات. وانا كمان بقدم خدمات استشارات اونلاين كوتشنج، لو انتوا حابين تسالوني وتستفسروا اكتر عن اساليب السفر واسرار السفر الاقتصادي. انا عامله نسخه مجانيه تقدروا تحملوها من على صفحتي بالانستجرام، وكمان عامله كتاب اسرار السفر الاقتصادي بمبلغ بسيط جدا يساعدكم ان انتوا توفروا الاف الساعات من البحث عن اسلوب سفر اقتصادي. الكتيب هيساعدكم ان انتوا يعني تقدروا تسافروا بميزانيه نفس الميزانيه او مصروفكم في بلدكم. فاتمنى ان انتوا يعني تستفيدوا من التجربه وتقروا الكتاب، بجد هيفيدكم كتير جدا. انا كاتبه فيه كل خلاصه، يعني انا بقالي 5 سنين بسافر وانا حاليا فول تايم ترافلر، كتبت لكم في الكتاب كل اسرار السفر الاقتصادي. لان كمان انا اتمنى ان انتوا تسافروا وتلفوا العالم زيي وتستمتعوا بحياتكم وتكتشفوا، لان الحياه هي مش مكان واحد، في بيت واحد، في سرير واحد. انا كمان عايزاكم تسافروا وتلفوا العالم وتستكشفوا وتعملوا اصحاب وتنبسطوا بحياتكم. كل واحد مش لازم تكوني شبهي، اختاروا الحياه اللي انتوا بتحبوها واعملوها. مش لازم تقارنوا نفسكم بيا او بحد تاني. يعني انا مش هبقى ليكوا اللي هو الحاجه المثاليه، لاني انا يعني انا اخترت اسلوب حياتي ان هو يكون ده، وانا مبسوطه ان انا بحقق احلامي. فنفسي انا كمان ان انتوا تحققوا احلامكم وتحسوا بالانجاز او احساس ان انتوا بتحققوا احلامكم، لان دي من اجمل الحاجات اللي في الحياه. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، فما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات، وتستنوني الايام الجايه الفيديوهات التانيه كتير الايام الجايه. باي باي. Thank you.